شو هو البروفايل وكيف فينا احنا نستعمله بالتصوير لنحسن جودة الصور تاعنا؟ بداية البروفايل هو منه صورة، مثل ما كتير عالم ما بتعرف تشرحه مزبوط، بتقول انه هو صورة بس بداتا كتير كبيرة بكواليتي عالية بهاي ريزولوشن ايمج. البروفايل هو منه صورة، البروفايل ببساطة انه هو شيء ني. طيب لنروح نحكي شوي نحن كيف الديجيتال كاميرا اللي بيشتغلوا او الكاميرات الرقمية. بكون نحن عنا السنسر او الحساس اللي هو مثل لوحات الطاقة الشمسية، فهو عندنا هذا السنتر عم بياخد الضوء وبيرجع فيه كذا فلتر بيعمل له انفلتريشن ليقسم اللون بين احمر واخضر وازرق. فهيدي كل الداتا اللي عم بتفوت على الكاميرا عم بتروح تتسيف بفايل بارقام 0101 داتا عاديه مثلها مثل اي فايل تاني على الكمبيوتر عنا. يعني اللي هذا الفايل بيكون حجمه بيتراوح بين 20 ميجا بايت ممكن يوصل ل 100 ميجا بايت. فإذا نحن بدنا ناخذ هذا الفايل ونحطه دغري ابلود على السوشيال ميديا او على الفيسبوك او اي شيء حتكون الاكسبيرينس كثير كثير سيئه. فالرو فايل هو ببساطه هو المعلومات تعول الكاميرا اخذتهم او الكاميرا صورتهم، كل المعلومات كاملين بلا اي تعديل بلا اي بروسس. يعني الكاميرا في بقلبها بروسيسر فيها معالج، ففي كل شركه عاملين مثل كتاب وصفات لهالكاميرا اللي هي معالجها صغير، انه لما تاخذ صوره الاحمر عمل لي اياها هيك، الاخضر عمل لي اياها هيك، الاصفر عمل لي ما بعرف شو هيك، الشاربنس هيك، الكونتراست، الكلاريتي، في مثل طبقه جاهزه بهذا المعالج الصغير عم يعمل لها معالجه لما هي الكاميرا حاطينها هي تعطينا صوره جي باك خالصه. نحن لما بدنا ناخذ هذا الفايل اللي تم معالجته بالكاميرا بنفوته على برامج المونتاج، هون حنلاقي الفرق بالكواليتي كثير عم تنزل. مثل لما واحد عم يطبخ شغله يجي يطبخها مره ثانيه، عمل صحن بيض بيجي بده يعمل يزود عليه اشياء كثير، فينا نزود ملح، فينا نزود بهار، فينا نزود جبنه، بس ما فينا نرجع نعمل بيض من جديد، ما فينا نعمل اكل من جديد. بالروفايل بالعكس نحن عندنا كل المكونات الاساسيه، عم ناخذ كل هالمعلومات من طحين من من من, من بيض من اي شيء من من, من زيت، اخذين كل هالمكونات عم ناخذها على الفرن الكبير اللي هو بقلب الكمبيوتر، معالج القوي من شاشه كبيره، ناخذ كل هالمعلومات بنفتح برامج المونتاج، بتفك الفايل بتعالجه في شيء اسمه دي موزايكينج، يعني هو الفايل اللي بيجي بعده مثل البيكسلز، بعده احمر اخضر اصفر، بعده بيكسل، فنحن بنسموها دي موزايكينج. وبتفتح برامج المونتاج بنكمل نعمل مونتاج بنعمل اديت. احنا بعد ما نخلص الاديت ونوصل للنتيجه اللي بدنا اياها بنرجع بنعملها سيف اس جي باج او اس بي ان جي كمان تسهلنا الابلود على السوشيال ميديا، نشاركها لنروح نطبعها، بيكون الفايل اصغر وفينا نخليها مثل ما هي، فينا نسيفها اس تيف فايل. في كتير فورماتس، بس هو فكره الروفايل الاساسي انه احنا عندنا مجموعه الوان كامله، مجموعة تدرجات برايتنس كاملة، عنا الخطوط معنا من الشادوز للهايلايت من الظلال للضوء، عنا تدرجات أكتر تسمح لنا نحن ننقي منهم هول الشادوز، يعني بننقي شوية هايلايت من هون، شوية شادوز من هون، شوية لون من هون، مثل ما احنا يكون عنا علبة الأقلام. هيدي فيها 12 لون، اكشلي ضايع لون واحد، فهيدي فيها عنا 12 لون وتقريبا بتغطي كل الألوان نحن بنشوفها. بس تخيل احنا عنا علبة تلوين فيها 64,000 قلم بكل تدرجات الالوان، من كل تدرجات الاحمر بكل تدرجات الاخضر والازرق، فاكيد هيك نحن قادرين مثلا ناخذ هيدا التدرج هيدا التدرج هيدا التدرج ونجمعهم نعمل مونتاج، اخر شيء بنطلع مثلا علبة الوان نحن مثل ما بدنا. لهيك طلعوا في شيء اسمه جي باج او بي ان جي، او الصورة اللي احنا بتتداول عادة بتكون حجمها بين 500 كيلو بايت، 10 ميجا بايت، 2 ميجا بايت، حسب قد ما عمل لها كومبريشن او ما عمل لها ضغط. هون بيجي نحن عم نعمل له ضغط معناته نحن عم نفقد معلومات من الصوره. فهي باختصار البروفايل. اذا حبيت الفيديو ميك شور تو سبسكرايب، واذا حابين تعرفوا اكثر عن الدي موزايكينج حعمل عنه فيديو بالفيديوهات الثانيه. بنشوفكم فيديو ثاني، سلام.